السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع جديد وفكرة جديدة. قبل أن نبدأ يا جماعة الخير لا تنسون الاشتراك الله يرضى عليكم، ما باقي شيء على 600,000. أسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم يا رب ويوفق وينجح أي شخص يشترك. فكرة المقطع يا جماعة الخير ورق بلوت. طبعا اللي يحضرون بثوثي بتويتش هذول أسوي لهم فعاليات بين فترة وفترة، ففعاليتنا اليوم خاصة باللي يحضرون البث، جمعتهم كلهم بالديسكورد. اللعبة كالتالي، طبعا بيقول لي بختار يا رايد اول كرت، اول كرت 9 فاز معي في ايريال، تختار ولا بتوقف؟ قال بختار 8، صارت معاه كم؟ 90 صارت معاه 180 170. اقول له تختار ولا توقف؟ بيقول لي بكمل. طلعت له صوره، يطلع برا اللعبه تماما. اذا قال لي لا هذه احس انها صوره سكيب، بسوي له سكيب. ممتاز، نكمل. يربح معي 50 زياده كذا يطلع برا اللعبة. لكن إذا طلع على جوكر يربح معانا 500 ريال، واللي يطلع على إكة برضو بيربح 100 ريال. ممتاز، كلنا وحظه. ما بيطول عليكم تفهموا اللعبة، خليكم على المقطع. السلام عليكم. أرحب رايد. هلا والله، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله تمام. شلونك؟ طيب الحمد لله وخير. بسألك سؤال، إذا جاوبت عليه بتدخل معنا بالمسابقة. ممتاز ممتاز. وش الكود الايتم شوب حقي؟ R-A-2. احسنت ممتاز. احسنت، الله يسعدك. الاسم؟ امين. انس. انس ايش؟ الشيحة. ونعم والله مالك زود. جاهز نبدأ؟ جاهز. طيب بسم الله يا انس. انس انا بخبص وقل لي وقف متى ما بغيت. وقف. ممتاز، وقفنا الآن يا أنس. طيب أنس، إذا طلعت لك صورة ترى بتخسر كل الفلوس وعندك سكيب واحد فقط. ممتاز ممتاز. أول رقم، بسم الله الرحمن الرحيم، طلعت لنا صورة بس ما تطلع من اللعبة أول مرة بسويها سكيب. ثانية، بسم الله. يا أنس حظك والله العظيم، أنا آسف جدا جدا آسف منك. إي والله. لا لا عادي. والله أني آسف. أقولك شيء، والله لا مشيك. بسم الله. هذه الأخيرة. الله يسعد. الله يسعدك. هبا ربحت معاي بتسعين ريال يا أنس. الله يسعد. حلو، هل بتكمل ولا تحس إنها صورة تسوي سكيب؟ قدامك سكيب واحد بس. لا بكمل. بتكمل. بسم الله. بنجوز. ربحت معانا 80 ريال وصار المجموع 170 ريال. الآن معك 170 يا أنس. هل تشوفها كويسة وتنسحب ولا تبي تكمل معنا ولا بتسوي سكيب؟ يوتر شوي. ها يا أنس، يمكن يطلع لك الجوكر. الجوكر 500 ريال. نكمل نكمل. بسم الله وعلى بركة الرحمن. هبا. يا أنس والله إني آسف، طلعت صورة وخسرت والله يا أنس. عادي، يعطيك العافية، ما قصرت. الله يسعدك وإن شاء الله بإذن الله الجزء الثاني بإذن الله أنك بتفوز بإذن الله. السلام عليكم. أهلا. عليكم السلام. هلا بالشيخ، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. والله بخير الحمد لله. اسمك كريم؟ محمد عبد الله الحربي. ونعم معك زود. محمد جاهز ولا لا؟ بسألك سؤال، إن جاوبت عليه دخلت معنا المسابقة. ممتاز إن شاء الله بإذن الله. طيب كم عندي مشترك باليوتيوب؟ اليوتيوب؟ ايه ما وصلت المليون بس في 600. لا الرقم كم؟ 400 300 500 600 700 500. احسن، مبروك، دخلت معنا المسابقه. ولكن يا ربي لك الحمد. لا اسمع، لكن تمحو ما كنت. ايوه ولكن انت حظك، هالشيء هذا يعتمد على حظك يا محمد. حظ لا تجيب سيره حظي. محمد انا بخبص. ومتى ما حسيت قلت انه انخبص الورق قل لي وقف. ممتاز يلا رب، بس خليني اسمع واحده. خلاص هذا مو صدورك. يلا خلاص ممتاز، وقفنا الان. وحده على خاطر. يلا والله ذي قوية. اسلم. اسمع يا محمد. اسلم. اذا طلع لك صورة بتخسر كل الفلوس ولك ايوه ولك سكيب واحد، اذا طلع لك الجوكر ربحت 500 ريال، لكن تروح على الثانية. ممتاز. الورقة الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت. روح لا تسوي سكيب، اجيبها. طلعت لك صورة اول ورقة، ولكن الصورة الاولى طلعت اول مرة نكنسلها. اي صح صح قلت. نبدا من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبص. وش حظك يا محمد؟ حظي والله يا الله يا كريم، ربحت معنا 90 ريال إلى الآن يا محمد. ممتاز محمد، تبين نكمل ولا تحس بتطلع لك صورة قل سكب؟ لك سكب واحد، نكمل ولا سكب؟ يا رجال أم غنات الذيب ولا فقرة. أي والله أم غنات الذيب. ها يا محمد. دقيقة دقيقة دقيقة، خلني شم كرت قربه. ايش حسيت؟ ايش اسمه؟ سميت؟ رايد. تكفى والله العظيم. اسمع والله لو بيدي لافوزكم كلكم، ولكن هذا الشيء يعتمد على حظك. لو بختار لك انا على حظي بخسر. لا 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 لا، لو انك ما تصور كان علمتك حظ. اسمع اسمع اسمع. لو اسمع، اذا بتتشائم ترى ما راح تلقى خير. شوف الحين طلعت لك 90. صح 90 حلوه وطيبه. بسم الله. يلا نكشف ولا سكب؟ بسم الله اكشف. بسم الله الرحمن الرحيم. وش حظك يا محمد؟ الورقه الثانيه. يلا ايوه
ربحت معنا 80 ريال صار 170 ريال معاك برصيدك محمد. هل تحس انه بيطلع لك صورة بتخرب عليك ال 170 ريال ولا تبي تسوي سكيب ولا نكمل؟ امشي خلنا نجي نكمل ولا سكيب ولا بتنسحب؟ 170 انا اقول ام غناة الذئب ولا فقرة. ايه والله ما تبي فلوسك تروح. لا اذا طلعت صورة تكنسل كل الفلوس اللي راحت. ممكن اذا شوف شوف ركز معي اذا انت حاس مرة انها صورة سوي سكيب وبعلمك شو الورقة. ها يا الله عشان الوقت محمد ابشي ارجع تدري. ها الحمد لله 170 زينة غيري مو محصلها. احسنت انسحب ولا شوف شني تكفى. ايه بنسحب بس شوف شني اخر كلام بتنسحب ولا لا؟ ايه بنسحب بنسحب بس شوف شني عشان بقى ضميري. طيب محمد الحربي ربحت معنا ب 170 ريال. الف مبروك يا محمد. الصورة اللي بعد هذه ايش كانت؟ للأسف صورة كنت بتخسر والله يا محمد. لكن يا محمد لو سويت لها سكيب بعدها بيجيك رقم واللي بعدها رقم واللي بعدها رقم والله العظيم اخي تقهرني ليه. يلا ما عليه ما عليه. الف مبروك يا محمد ما قصرت. الله يجزاك خير والله يا ابو مشوح والله انك انت ما تقصر اقسم بالله يا حبيبك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يوسف ال انا من كردستان. الف نعم والله. يوسف صالي. ايه يوسف بسألك سؤال اذا جاوبت عليه بتدخل معنا بالمسابقة. ممتاز. السؤال هو مين اكبر شخص بالفلة؟ يا الله يا كريم رائد. جواب نهائي R2A. رائد R2A مين هذا؟ لا انت كذا انا خسرت. R2 معليش. لا R2 خطأ بعد. الو كودي وشو؟ اقسم بالله R2 احسن. مبروك دخلت معنا المسابقة. قل لي وقف بسم الله. ايه الحين اقول وقف كيفك متى ما بغيت انا قاعد اخبص الحين. لا اله الا الله وقف. ممتاز وقفنا. يوسف سم. نبدأ الآن بالورقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الورقة الأولى يا يوسف ربحت معنا 20 ريال مبدئيا. الله أكبر. ممتاز الله. طيب الورقة الثانية يا يوسف تسحب ولا تحس إنها صورة تسوي سكيب ولك سكيب واحد بس؟ أنا 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 أدري ربي اليوم لأن أنا قاري سورة الكهف فرب راح يحميني راح يعني نكشف ورقة ثانية. بسم الله نكشف ورقة ثانية على كلام يوسف. الورقة الثانية يا يوسف. بسم الله بسم الله اسحب. انا اسف والله يا يوسف والله طلعت لك صورة والله طلعت صورة والله والله انا اسف. شرفت فيك يا يوسف الله يسعدك ما قصرت. يكفي اني سمعت صوتك. هو اصلا يعني بس انك تروح الايتم شوب وتحط R2 يعني هذا يغنيك عن 100,000 ريال. الله يعني جداً الله جداً. عليك يا تاج راسي الله هذا الكلام اللي يستعمل عشان ما تهاوش معاه. الله يسعدك يا حبيبي شكرا لك يا يوسف. السلام عليكم. الاسم الكريم رياض. رياض الجنيني. ونعم. طيب بسألك سؤال بسيط ان جاوبت دخلت معنا المسابقه. تفضل. طيب اسمي الثلاثي. انا اعرف الثنائي ثلاثي يعني اسم الوالد القبيله. تذكر شو يقولون لي؟ رائد مش وحش من. احسنت مبروك الله. ودخلت معنا المسابقه يا رياض. يلا يا رياض يلا بسم الله. وقف. وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ورقه يا رياض حظك وش يقول معنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اول ورقه ربحت معنا 40 ريال يا رياض. الحمد لله حظك ممتاز الى الان. طيب حلوة. الورقه الثانيه يا رياض اذا طلعت صوره بتخسر كل شيء. اذا طلعت لك جوكر بتربح 500 ريال وممكن تسوي سكيب اذا حسيت انها صوره. ممكن تسوي سكيب لك سكيب واحد. خلاص انا اقول من دون سكيب. خلي سكيب بعدين. احس حظي كويس ان يعني شاء الله. تبي نبدا الحين نفتح ورقه ثانيه؟ يا رب. بسم الله ورقه ثانيه. لا يا رب. والله يا رياض ورقه ثانيه يا رايد. بسم الله وربحت معنا 80 ريال. الحمد لله 80 ريال حلوة مرة يعني 80 و40 120 ريال. الآن برصيدك رياض 120 ريال تقدر تكمل وتقدر تقول لا والله بوقف 100 حلوة 120 وممكن تقول بسوي سكيب لأني أحس لي هنا صورة بتخرب علي 140 يا رايد. فالقرار بيدك. والله ما أدري أحس 120 حلوة ما أدري خنرف. أنا أقول هذه المرة سكيب. سكيب. اي هذا قرار نهائي يا رياض. قرار نهائي. بسم الله نشوف ورقة سكيب ايش. يا رب اخ يا رياض لا سكب 90 ريال يا رياض. فهل يا ترى ثلاث ارقام طلعت لك اللي بعدها صوره
أو جوكر أو تقول أنا راضي بالمئة وعشرين ريال. اسمع أنا يعني بخاطر وبروح نكمل عادي خلاص يعني مو بارجع. قرار نهائي رياض يعني نكشف. خلاص أهم شيء تكلمنا سولفنا معك هذا أهم شيء. يا بعد روح يا قلبي أنت الله يسعد. بسم الله الرحمن الرحيم الورقة يا رب يا رائد تكفى. يا الله لا 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 والله نبرة صوتك مو حلوة يا رب. الله ربحت معنا 50 ريال زيادة صار رصيدك 170 ريال رياض. رياض حظك إلى الآن مرة حلو. هل تقول يا راي أنا بوقف على 160 أخاف أني أطلع وأخسر كل شيء ممكن تربح 500 بالجوكر؟ فأنت وضميرك هل يا ترى ما عندي سكيب. مشكلة ما في سكيب. ما في سكيب ممكن صورة ممكن جوكر ممكن إكة تربح 100 ريال الآن برصيدك 80 40 120 و50 عندك 170 ريال برصيدك. هل بتكمل ولا تنسحب؟ الحين جت أربع مرات ورا بعض أرقام. أحسن أدري ممكن يطلع لك إكة ممكن تطلع لك جوكر ممكن صورة ممكن رقم برضه. الإكة إيش عليها الإكة؟ 100 ريال لك 100. المخاطرة يقولون حلوة. أنا بخاطر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحس إني بخسر أنا عارف هذا الشيء من مخاطرتي. الرياض الورقة الخامسة ولد. أو عفوا الورقة ولد. الرابعة اللي بسحبها لك من غير سكب هي ولد 30 ريال وربحت معنا 30 الآن برصيدك 200 ريال. رياض رياض حظك إلى الآن ما شاء الله تبارك مو طبيعي. أنت أول شخص حظك الآن يعني ماشي صح أول خمسة أوراق مع سكب كلها أرقام. الحين يا تدخل بالدسم ولا تدخل للأسف الشديد إنك تطلع برا المسابقة. أنت وضميرك خلاص بوقف والله يا رايد ما اقدر اذا خسرت بزعل خلاص. يعني خلاص الحين انت رضيت قرار نهائي. إيه 200 ريال 50 دولار حلوه يا اخي 53 دولار حلوه. احسنت يعني نوقف. اي خلاص والله 53 دولار. مبروك رياض 200 ريال تستاهل يا بعد قلبي. الله يبارك فيك رياض 200 ريال تستاهل يا حبيبي وتشرفت فيك يا بعد قلبي وروحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله كيف حالك؟ الله يسلمك ويبقيك. طيب ان شاء الله. كيف حالك استاذ رايد؟ يا حبيبي اللهم لك الحمد بحسن حال. الاسم الكريم يزيد. يزيد ال جمال نهر شهراني ايشي ونعم معلك زود. يزيد جاهز ولا ما انت بجاهز؟ والله جاهز. يزيد تتابع مقاطعي ولا ما تتابع؟ قل الصدق. اي والله ازين شيء عندي البلوت صراحه. يا حبيبي ابشر مقطع قريب ان شاء الله الايام هذه بينزل بلوت صفق وصفي. الله يبشرك من طيب يا حبيبي. طيب يا يزيد بسالك سؤال واحد كود الايتم شوب حقي شو اسمه او ايش الكود الايتم شوب حقي؟ ار اي 2. احسنت احسنت الله يسعد هذا الوجه. دخلت في المسابقه قل لي وقف. ابشر وقف. وقفت. بسم الله الرحمن الرحيم. الكرت الاول وبدايه حظك يزيد ربحت او خسرت معنا بسم الله الرحمن الرحيم ربحت معنا ب 40 ريال يا يزيد. طيب يا اول كرت 40 ريال. طيب يا يزيد هل بتكمل ولا بتقول والله اني احس انها صوره ابسكب هذه ولا بتقول لا والله اني بكمل اما قناه الديب ولا فكره؟ يلا عطني واحده ثانيه. لا انت بسم الله الرحمن الرحيم ورقتك الثانيه يا يزيد. يلا يزيد يا يزيد الورقة الثانية ربحت معنا 20 ريال وصار برصيدك 60 ريال يا يزيد. حاب تكمل ولا بتسكب ولا بتنسحب؟ الثالثة وهذه الأخيرة هي الثالثة. ها يلا عطنا الثالثة بس نكمل. أعطونا موسيقى التوتر. بسم الله ورقتك الثالثة يا يزيد هل بتخليك تكمل ولا نعتذر منك؟ الله أكبر ربحت 100 ريال معنا يا يزيد. يا ساتر فصار برصيدك 160 ريال. هل يا يزيد بتكمل معنا يمكن يطلع لك جوكر ب 500 ريال أو يطلع لك صورة بتخسر كل شيء أو أنك بتسكب تقول هذه صورة والله أعلم وتسكب وبتكمل معنا كيفك؟ خلاص أبغى هذه 160. خلاص يعني انت رضيت ب 160؟ اي والله. يلا تستاهل قرار نهائي. الله يبيض وجهك قرار نهائي والله. تستاهل يا يزيد. يزيد الشهراني 160 ريال تستاهل يا يزيد وتشرفت فيك بعد قلبي والف مبروك. السلام عليكم. الاسم الكريم وليد. وليد ال وليد جاهز معنا يا وليد؟ طيب وليد سؤال بسيط كود الايتم شوب حقي قريته. احسن بسم الله دخلت معنا مسابقه يا وليد. الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وليد قل لي وقف متى ما حسيت انه انخبص الورق؟ تمام. تعب؟ وقف. تعب؟ يلا بسم الله. طيب وليد أول ورقة يا وليد هي ربحت معنا 50 ريال. الله ممتازين. خلاص 50 ربحت. يا سلام ربحت 50. هل يا وليد بتكمل ولا تنسحب ولا تقول إيه؟ يعني نكمل. إيه كمل. ورقتك الثانية يا وليد هل بتخليك تكمل معنا ولا بتطلعك بتخسرك 50؟
نقول إن شاء الله. ورقتك الثانية يا وليد 90 ريال، والآن برصيدك 140 ريال يا عزيز. يا عفوا يا وليد، هل بتكمل ولك سكب واحد؟ يمديك تسكب تقول هذه صورة بتطلع لي خلنا سكب، يمكن تقول لا أحس إنه إكة ولا جوكر 500 ريال. يلا دام أكيد في سكب يلا كمل. نسكب ولا نكمل؟ لا كمل. نكمل. ورقتك الثالثة يا يزيد هي يا وليد انا اسف والله طلعت صورة للأسف الشديد، خسرت 140 ريال. اي والله العظيم اعتذر منك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك بالديسكورد؟ R-A-2-N-T. الله عليك يا بعد قلبي، يا عشان كذا انا سحبتك لانك ذكي جذبتني، حطيت كودي انتم عشان اسحب صح؟ صح. طيب بسألك سؤال، اول شيء الاسم الكريم آدم إيش؟ ربيع. آدم ربيع ونعم يا آدم. أبسألك سؤال، إذا جاوبت عليه بتدخل المسابقة. ممتاز. طيب السؤال هو يا آدم، آدم أبغاك تعطيني اسمي بالتويتش، إذا جبته صح دخلت معنا المسابقة. مكرون. ها؟ رائد. بالتويتش اسمي رائد، يعني رباعي R-A-E-D بس. اديني فرصة. يلا بعطيك فرصة. رائد إز بالله إيه؟ قاعد يبحث عن اسمي. لا آدم أشوف عيونك، لا تغش يا آدم بسرعة. اسمي بتويت بس قلت قبل شوي. شو اسمي؟ رايد. إيش؟ رايد. صح عليك، دخلت معنا المسابقة يا آدم، مبروك. يلا قاعد أخبص الآن. ستوب وقفنا يا آدم. بسم الله يا آدم، أول ورقة لك يا آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، ربحت معنا 30 ريال يا آدم. ممتاز. طيب هل بتكمل يا آدم ولا بتقول لا اسكب في أحس إنها صورة بتطلع لي وبخسر 30؟ بتكمل صامل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورقة ثانية يا آدم. بسم الله. والله طلعت لك صورة يا آدم، أنا آسف آدم سامحني. صورة؟ والله طلعت صورة، خلاص طلعت من المسابقة، أنا آسف بعد قلبي. فيش فرص صح؟ ما فيش فرص، إن شاء الله الفرص بالبثوث الجاية بإذن الله، البث الجاي بسوي فرص وبخليك تشارك إن شاء الله. زين؟ شو. يلا يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. هلا أرحب. شلونك؟ طيب؟ والله خير. الاسم حبيبنا سكودا. سكودا ما شاء الله، هذا لقب. ها طيب سكودا إيه؟ جاهز؟ في أسلم. كم عدد مشتركيني باليوتيوب؟ 500,000. أحسنت، كذا دخلت معنا المسابقة. ممتاز. نبدأ خبص، قل لي وقف متى ما حسيت أنه خلص. بسم الله. وقف يلا. وقفنا. أول ورقة يا سكودا هي أول ورقة صورة لكن ما تنحسب، الأولى دائما ما تنحسب. الورقة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، ربحت معنا 80 ريال يا سكودا، الآن برصيدك 80، هل تكتفي بالثمانين أو بتكمل أو بتقول سكيب؟ تحس إن في صورة بتخرب عليك الآن الجاية. خلاص راضي 80. خلاص يعني ما تبي تكمل؟ لا 80 ريال. يمكن تطلع لك جوكر 500 ريال، يمكن يطلع لك رقم ثاني. راضي 80. على طول 80 خلاص وقفت؟ إيه. يلا سكودا 80، ألف مبروك سكودا، بسمع 100 ريال، يعطيك العافية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. رامي جبران ونعم والله يا رامي. السؤال هو عشان تدخل معنا المسابقة، كود الأيتم شوب حقي إيش؟ R-A-2. أحسن، إذا مبروك عليك دخلت معنا المسابقة. يا سلام عليك، أنا الآن أخبص الورق، متى ما حسيت أخبص قل لي وقف. تمام. يلا خلاص. يلا. أول ورقة يا رامي إيه هي؟ الله أكبر. يعني إيوه. ربحت معنا 100 ريال يا رامي. الله أكبر. إلى الآن برصيدك 100 ريال، هل بتكمل ولا بتسوي سكيب؟ عندك سكيب واحد ولا بتنسحب؟ بكمل. بتكمل. نكشف ورقة ثانية. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. أنا ترى قاعد أرفع شوي ها. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقتك يا رامي الثانية. ربحت معنا 100 ريال ثانية يا رامي، ألف مبروك. الآن برصيدك 200 ريال. رامي حظك الآن مو طبيعي ما شاء الله تبارك الرحمن. هل بتكمل ولا بتقول أحس في صورة بتخرب علي بتخسرني كل شيء؟ خلنا نسوي سكيب، عندك سكيب واحد، خذ راحتك. أنا خاف أسوي سكيب. بتسوي سكيب الآن؟ لا أنا خاف أسوي سكيب، الثاني طلع هي الصورة. ما ندري، ممكن تطلع لك الثاني اللي بتسوي له سكيب جوكر. هاي رامي صدق بكتفي. لا ما طمع مزين. يعني بتكتب 200؟ اي طمع مزين صدق. بكيفك يا رامي، الف مبروك 200 ريال، يعطيك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ترى توني جاي من اختبار ومجهز وكل شيء. الله يوفقك. تابعت بثي؟ اكيد. ممتاز. الاسم الكريم؟ حمد. حمد ال حمد وهبان.
ونعم والله. جاهز ولا ما انت بجاهز؟ اكيد جاهز. طيب بسألك سؤال واحد بسيط، ان جاوبت عليه دخلت معنا المسابقة. كود الايتم شوف حقي ايش؟ R-A-2. لا تنسوا تستخدمونه يا شباب يا حبيبي. لازم R-A-2. الله اكبر عليك. طيب تدخل معنا المسابقة، عارف الطريقة صحيح؟ ايه. بخبص الان، متى ما حسيت قل لي وقف. اوكي يلا وقف. وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ورقة لك يا حمد هي، الله أكبر يا حمد، ربحت معي 100 ريال. بداية لا الخير. لا إله إلا الله. هذه بداية الخير يا حمد. طيب أوكي. هل بتكمل معاي ولا بتطلع لك صورة بتخسر 100 ريال، أو تطلع لك جوكر 500 ريال؟ تقدر تسوي سكيب إذا حسيت إن بتطلع لك صورة. سوي سكيب. سكيب على طول. سكيب. سكيب. خايف يعني، خايف من الصورة هذه يمكن يعني مرة. يلا يلا امشي امشي. لا لا سوي سكيب. يعني ما سوي سكيب. لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة أو عفوا الرقم أو الكرت اللي كنت بتسوي له سكيب واخترته. أيوه. ربحت معانا 100 ريال ثانيه يا حمد. الله الله الحمد لله انك ما سويت سكيب. الحمد لله يعني الحمد لله. هي المفروض تعطيني النص منها، ساعدتك قلت لك لا لا والله تبشر خذ ال 100 ريال. حبي لك. لا ربحت. شوف رصيدك الان في 200 ريال. يا هل ترى بيطلع لك صوره تخرب ال 200 ريال او يطلع لك جوكر 500 ريال، او تقول لا يا راي انا بنسحب ابكتب ال 200؟ لا 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 خلاص. لا لا بتكفي ال 200. اقول لك طمع شين. يعني بتكفي ال 200؟ اكيد تكفي ال 200. يعني ما تبي تكمل، يمكن يطلع لك جوكر، يمكن يطلع لك اكك. لا 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 تحاول تغريني. بعدين تطلع لي صوره، عارف حظي انا. طيب ممتاز. أيوة. الف مبروك يا حمد، 200 ريال. اوراق اللي ان باذن الله اللي مفروض كنت بتاخذها هي لا تجرطني ولد، وكنت بتخسر ال 200. الحمد لله والله العظيم. احمد ربك. بقول كلمه لليوتيوب. تفضل يا شباب، لا تنسوا اللايك والاشتراك اهم شيء. شوفوا كيف رايد يتعب معانا ويسوي فعاليات. لازم شباب اللايك والاشتراك، واهم شيء R-A-2. الله اكبر. متجر باور والايتم شوب. الله يسعد قلبك يا حبيبي. ترد فيك يا حمد، بيض الله وجهك. شكرا. يشرف عبد الله وائل. ونعم يا عبود، شلونك؟ طيب عليك صوت. والله الحمد لله بخير. عبود تتابعني ولا يعني ها نص نص؟ والله اتابعك. طيب عبود وش كود الايتم شوب حقي؟ اتوقع R-A-2. احسنت احسن. مبروك دخلت معنا المسابقه. يلا وقف. ممتاز. وقفنا الان يا عبود. اول كرت لك صوره فما تطلع، لانه اول كرت لك صوره ما تطلع. اول كرت يا عبودي للاسف شديد. عبد الله والله اني اسف مره، طلع لك صوره ثاني مره فنعتذر منك. والله خسرت مع المسابقة. حظك اليوم يعني مو حلو. إن شاء الله بثوث الثانية في جدول ثاني إن شاء الله إنك تفوز. يعطيك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب كود الايتم شوب حقي وشو؟ R-A-2. أحسنتي. الاسم الكريم؟ ريماس. ريماس. طيب ريماس، بسألك لا عفوا، أنت سألتك سؤال دخلتي معنا المسابقة، فاهم المسابقة ولا لا؟ تقريبا. إذا حسيت إنه بتطلع لك صورة لك سكيب واحد، تقول سكيب وبعدها تختارين. ممتاز. طيب إذا حسيت إنه الورق انخبص قولي وقف، أنا ببدأ أخبص الآن. أوقف. وقفت. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كرت يا أختي ريماس، الله أكبر. ربحتي معنا 70 ريال. الحمد لله. ممتاز. الآن بتكملين نسحب ورقة ولا بتقولين برا بالسبعين ولا تحسين صورة تسوين سكيب؟ القرار بيدك. لا بكمل. بتكملين على طول. طيب الكرت الثاني يا ريماس، الله أكبر، ربحتي معنا 90 ريال غير السبعين. يعني الحمد لله يا رب. الآن معاك 160، معاك برصيدك 160 ريال. تبين تكملين ولا تحسين بيطلع لك صورة بتخسرين فلوس كلها بتسوين سكيب؟ لا بكمل. يعني نكمل على طول ما نسوي سكيب؟ اي اكيد. بسم الله. الكرت الثالث هو، ربحتي معنا 90 ريال ثالثة. الله أكبر. الحمد يعني الحمد الآن برصيدك يا ريماس 90 160 زائد 90 250 ريال برصيدك. بتكملين ولا بتسوين سكيب تحسين في صورة بتخرب عليك ولا بتنسحبين؟ لا بكمل على طول. ما في سكيب ما في شيء. أكيد أكيد. يا سات ريماس معتمدة على حظها. بسم الله. بسم الله. كرتك يا ريماس الرابع هو، الله أكبر، ربحتي 30 ريال يا ريماس. الله يلحظ ما شاء الله. لا الحمد لله. 30 ريال صار برصيدك 280 ريال. بتكملين ولا بتسوين سكيب للورقة الجاية أو تنسحبين؟ لا بكمل. بتكملين يعني ترى تعتبر مخاطرة، يمكن تربحين جوكر 500 ريال بس يمكن تخسرين. لا لا أكمل أكمل أقدر. بسم الله. يلا تقدرين ما تمدى لحظة. يلا ما شاء الله تبارك الله. يلا يا رب يا رب يا رب. الكرت يا ريماس
والله يا ريماس لا والله قلت لك إما طلعت لك صورة وخسرتي كل اللي ربحتيه. أنا آسف. يلا عادي عادي. يلا ما عليه الله يعوضك إن شاء الله بالأكثر. وبثوثنا الجاية في جداول وأشياء ومسابقات بتكون كويسة وبإذن الله راح نشوفك. يعطيك العافية. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. الاسم الكريم. أبرار. أبرار أهلا وسهلا يا أبرار. أبرار بسألك سؤال، إذا جاوبتي صح تدخلين معنا المسابقة، ممتاز؟ تمام. أبغاك تعطيني بسبيلينج اسمي بتويتش. سبيلينج؟ أيوة سبيلينج اسمي بتويتش. أوكي. R. أيوة. كله سمول. R-A-E-D. أحسنتي. مبروك دخلتي معنا المسابقة. تمام. يلا. Stop. Stop. ممتاز. أول كرت أو عفوا أول كرت يا أختي أبرار هو. طلعت لك صورة يا أبرار، ولكن أول صورة نسوي لها سكيب. هنا نبدأ اللعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كرت يا أبرار، الله أكبر، ربحتي معانا 100 ريال. إذا طلعت لك صورة بتخسرين 100، إذا طلع لك جوكر بتربحين 500 ريال، وعندك سكيب واحد. إذا حسيتي صورة الآن، حسيتي الرقم أو الكرت اللي بيطلع لك صورة قولي سكيب. إذا حسيتي الآن تبغين نكمل ولا لا يا أبرار؟ تمام. نكمل؟ تمام. آخر كلام؟ تمام. الكرت اللي ربحتيه أو خسرتيه نشوفها مع بعض. بسم الله، ربحتي معانا 40 ريال وصار برصيدك 140 ريال يا أبرار. شكرا. طيب بتكملين ولا سكيب ولا بتنسحبين؟ يعني عادي أوف على كده. تقدرين توقفين على كده وتربحين 140؟ خلاص ماشي. خلاص؟ تمام. ممتاز. حلمين 140. ممتاز. طيب أنا بعلمك إذا كملتي وش بيصير معك، ممتاز؟ إذا كملتي باللعبة كنت بتخسرين 140 ريال. سبحان الله، كان عندي إحساس. أي والله، بس لو إحساسك فكرتي فيه وقلتي إحساسي صورة سوي سكيب، فسوينا لها سكيب واخذنا ورقة بعدها بتربحين 50 ريال زيادة، وإذا كملتي برضو تخسرين. يعني انسحابك طيب، انسحابك طيب، انسحابك جميل والله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الكريم. محمد. محمد إيش؟ محمد نور. محمد نور، ونعم والله يا محمد. ممتاز. كم عدد مشتركيني باليوتيوب؟ 400 ألف قريب. آخر كلام محمد. دقيقة فكر. تفكر ولا تروح تبحث؟ والله شوف يعني قريب 600 ألف هيك. طيب مش متذكر. أبيك تختار 400 ألف أو 500 ألف أو 600 ألف. قريب من 600 ألف. يعني كم؟ 600 ألف. 550 ألف وفوق. أحسن، دخلت معنا المسابقة محمد. ممتاز. أنا بخبص وقل لي ستوب. ستوب. ممتاز، وقفنا الآن. هذه أول خبصة وآخر خبصة. ممتاز. أول كرت يا محمد هو ربحت معنا 30 ريال. ممتاز. أوكي. برصيدك 30 ريال. الكرت الجاي بتكمل ولا بتنسحب ولا بتسوي سكيب؟ تحس إن صورة بتسوي سكيب. كمل. بتكمل. بسم الله يا محمد. بسم الله. أو الكرت الثاني هو أنا آسف والله يا محمد، خسرت معنا، طلعت لك صورة. هذه مش الله مشكلة. يعطيك العافية. أنا صوتك يا حبيبي، الله يسعدك، شكرا، شرفتني يا محمد. بإذن الله المسابقة الجاية بإذن الله أنك تفوز فيها، الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. أسألك سؤال، إذا جاوبت صح بتدخل معنا المسابقة، ممتاز؟ طيب طيب. أول شيء شو اسمك؟ حامد. حامد إيش؟ بن عادل. ونعم إيه. حامد عادل. طيب يا حامد، السؤال وش الكود الايتم شوب حقي؟ اكيد انا يخفى القمر R-A-2. الله عليك، احسن. طيب حافظ او عارف اللعبه وش هي؟ ايه كنت في البث معكم. احسن يا اخي، يا اخي هذا المتابع اللي انا احبه والله العظيم، بثوثي تابعه وتابع اليوتيوب. طيب قل لي وقف. ها الان بس ستوب. وقفنا. بسم الله يا حامد، اول كرت لك. هوبا. الله يستر. اول كرت طلعت صوره، فبنسكب هذه ونعتبر من جديد. اول كرت، لا ترى لك سكيب واحد بس، هذا راح لك سكيب واحد ثاني. يب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، ربحت معانا ب80 ريال. حلو. ممتاز. بتكمل يا حامد ولا تحس في صوره بتخرب عليك وتخسر الفلوس كلها وتقول سكيب، ولا بتكمل تقول لا بكمل؟ كمل 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 صمله. والله كفو كفو، اما غنات الذئب ولا فقره. بسم الله. الكرت الثاني يا حامد، ربحت معنا 20 ريال وصار برصيدك 100 ريال. ها حامد بتكمل ولا
بتوقف ولا بتقول احس في صوره بتخرب علي سوي سكيب؟ خلاص بس وقف. ما تبي تكمل؟ يمكن تطلع لك جوكر 500. خلاص يلا كمل كمل. لا 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 ما ابي انا اقنعك، ابيك انت تفكر، يمكن يطلع لك صوره تخسر 100 ريال. لا لا خلاص وقف. حلو 100 ريال حلوه. حلوه طيبه ها تفيد هذه. ايه الحمد لله. طيب. 150 اجمع. الف مبروك يا حامد، فزت ب 100 ريال معنا، تستاهل يا بعد قلبي. زين طيب لو انك كملت يا حامد تطلع لك صورة وبتخسر كل شيء. ايه هدري. الحمد لله انك ما كملت. اذا عجبتكم فكرة جماعة الخير اعطونا من اللايك والاشتراك والاشياء الطيبة عشان نسوي جزء ثاني ومبالغ اكبر باذن الله. هذا شيء. شيء ثاني، تراني ابث كل يوم على تويتش، فحياكم الله، الرابط تحصونه تحت. شكرا.